الرحيم. برحب بمعالي وزير خارجيه ايرلندا في زيارته الى القاهره. العلاقات المصريه الايرلنديه مبنيه على علاقات قويه من الصداقه والاهتمام المتبادل والسعي الدائم للارتقاء بالعلاقه. وهذه المناسبه اشيد بالمواقف المبدئيه اللي طالما اتخذتها ايرلندا في إطار دعم القضية الفلسطينية وتفاهم للقضايا العديدة في العالم العربي والمواقف المتوازنة والمبدئية دعما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهذا أمر كان هو سمة دائمة وشيء نرحب به ونشكره الوزير عليه. مباحثاتنا اليوم بالتأكيد تركزت حول الأوضاع في غزة، وكانت فرصة لمرة أخرى التأكيد على ضرورة وقف الكامل لإطلاق النار، دخول المساعدات الإنسانية. الآفاق السياسية المستقبلية مرتبطة بإقامة الدولتين، لكن في هذه المرحلة ونظرا للآثار البالغة الواقعة على المدنيين في غزة من جراء الأعمال العسكرية والمنافية ومخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، العدد الضخم من المدنيين الذي فقدوا أرواحهم والمصابين أكثر من 12,000 فقدوا أرواحهم، نصفهم أو أكثر من الأطفال والنساء، وضع إنساني في الحقيقة لا يحتمل، وضع لابد من وقوفه فورا. لا يمكن أن تتخذ عمليات عسكرية تأتي بهذا الكم خلال فترة وجيزة من الضحايا المدنيين تحت أي ظرف من الظروف. أيضا أي سياسات لتصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال عمليات التهجير، وهي أيضا مخالفة جسيمة لقانون الدولي الإنساني داخل قطاع غزة أو خارجه، ورفض مصر الكامل لأي نوع من التصفية سواء على حساب القضية الفلسطينية أو على حساب دول الجوار، مرفوض تماما. نحن نقوم بكل جهد للوفاء باحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في غزة، لاحتياجات المدنيين من المواد الأساسية. معبر رفح مفتوح منذ اندلاع هذه الأزمة وقبله، وفي الحقيقة ما يتم من دعوات ومن مظاهرات للمطالبة بفتح المعبر هي في الحقيقة لا أستطيع أن أوصفها غير أنها لا تراعي إطلاقا حقائق الأمور، وإنما ربما تهدف إلى أغراض سياسية ليست لها علاقة بالوضع الإنساني في قطاع غزة. فالمعبر مفتوح، ولكن مدى إمكانية دخول المساعدات هي مرهونة بالاتفاق القائم فيما بين إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال وأجهزة الأمم المتحدة، والإجراءات التي تتخذ في سبيل التحقق من ما هو الشحنات التي يتم نفذها إلى قطاع غزة. المعبر مفتوح بصفة دائمة، الأطقم من الداخلية والأجهزة المعاونة موجودة على مدار الساعة، القدرة على نفاذ الشاحنات التي تحمل المساعدات هي مرهونة بالموافقات من قبل سلطة الاحتلال، ولكن نحن أقمنا في العريش مستودعات لهذه المساعدات. الشاحنات تقف لمدد مبالغ فيها للتحقق من حملتها، الشاحنات تقف على المعبر انتظارا لأوقات طويلة لدخولها إلى القطاع، ومن ثم على المجتمع الدولي أن يبذل الجهود الواجبة لنفاذ هذه المساعدات وعدم إعاقتها، ولا يتم بأي شكل من الأشكال محاولة إلقاء هذه المسؤولية على مصر التي لم تدخر جهد في توصيل هذه المساعدات.
مرة أخرى العناصر الرئيسية اللي بنؤكد عليها هي ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات، ثم فيما بعد إنفاذ حل الدولتين باعتباره الوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولكن هذا أيضا يقع مسؤولية على المجتمع الدولي بعد ما يزيد عن 3 عقود من المفاوضات، فالأمر ليس لنعود إلى حلقات مفرغة من المفاوضات، ولكن بأن يملي المجتمع الدولي هذه الرؤية ويتم تنفيذها. بدون شك أنه تطرقنا أيضا إلى العلاقات الثنائية فيما بين بلدينا، وهناك إرادة سياسية وتوافق على أن هناك مجالات كثيرة من نستطيع فيها أن نرتقي بالتعاون في إطار خدمة مصلحة البلدين. أيرلندا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، وأيضا علاقات مصر مع دول الاتحاد مجتمع والبرامج التي نتعاون من خلالها مع الاتحاد الأوروبي، ونتطلع بأن تكون أيرلندا بحكم علاقتها وفهمها لأوضاع في مصر والأوضاع في المنطقة أن تكون أيضا داعمة لمزيد من التطور العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي. نتطلع أن تستمر اللقاءات والزيارات فيما بيننا، أن نفعل إطار الحوار السياسي القائم ودورية انعقاده، أن نسعى لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون. ومرة أخرى نشكر أيرلندا على دائما مواقفها الإيجابية تجاه القضايا المنطقة، اهتمامها بتدعيم السلم والأمن، وإن مرة أخرى التأكيد على القاعدة القوية من علاقات الصداقة اللي بتربط بين الشعبين، والإحساس بأن هذا الارتباط هو شيء نعتز به ونعمل على تنميته. شكرا جزيلا، وأعطي الكلمة لمعالي الوزير. تفضل. شكرا جزيلا، وأود أن أشكر وزير الخارجية سامح الشكري لاستضافتي اليوم في القاهرة. الموقف في غزة في الواقع متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية. إننا بحاجة ملحة إلى وقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني، وأن نكفل أن المساعدات تصل إلى من يحتاجونها. إذن فإن القانون لابد أن يكون لزاما على كل الدول الفاعلة والجهات الأخرى من غير الدول الفاعلة أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأشكر مصر والسيد وزير الخارجية لاستجابته لهذه الأزمة. هذه الأزمة في الواقع متواجدة منذ سنوات، وأنني أقدر أن مصر هي صوت مهم في المنطقة، وأنها تدعو إلى عدم التصعيد والعمل مع الشركاء في المنطقة كي تكفل أن هذا العنف لن ينتشر. السيد سامح شكري وأنا كذلك ناقشنا تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. دون شك بأننا بحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات للوفاء أو بالوضع الإنساني المتفاقم في غزة مع تكشف هذه الكارثة أمامنا، وأن هذا لابد وأن يحدث سريعا وبصورة ملحة. لهذا السبب أننا قد دعونا مرات عديدة إلى وقف إطلاق نار إنسانية. كذلك فأننا تحدثنا عن المواطنين الذين يسعون إلى مغادرة غزة، وأن كذلك تحدثنا وكذلك العبور عبر معبر رفح. كما تحدثنا فإن العديد من المواطنين قد عبروا من خلال معبر رفح، وأنني أشكر السيد سامح شكري على تيسير هذا الأمر لعبور هؤلاء المواطنين وهذا التعاون في هذا الصدد، وأننا سوف نواصل الجهد والعمل دون كلل في لحل هذه الأزمة. وكذلك
نستقبل من وتستقبل مثل هؤلاء من يريدون المغادرة من غزة. فيما يخص إيميلي هانت، بعقد اجتماعي بالأمس مع والدها توم هانت، فإيميلي في الحقيقة هي في مواطنة أيرلندية وكانت من أحد الرهائن في غزة واختطفت يوم 7 أكتوبر. يمكن أن نتخيل الصدمة الكبيرة التي تتعرض إليها هذه الطفلة، وأن كما نعرف أن كل الرهائن لابد أن يتم إطلاق سراحهم، ولا سيما الأطفال لابد من إعطاء أولوية لإطلاق سراح الأطفال. وأنني أقدر كذلك العمل الذي قمتم به في خاصة إذا هذه الحالة، والحقيقة والأسلوب الذي أكدت عليه سيادتك فيما يخص هذه الحالة وإثارة موضوعها من خلال مختلف القنوات، والأولوية التي أعطيتموها لهذه الحالة هو أمر نشكركم عليه، وسوف نبقى على اتصالات وثيقة فيما يخص هذه المسألة. أن أيرلندا تدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاتهم المشروعة لإنشاء دولة بشكل حاسم، وأن كذلك نرى أن حل الدولتين هو الذي يقدم مستقبلا دائما، وكذلك يعمل على إحلال السلام في الوقت الحالي. المجتمع الدولي ومع شركائنا الإقليميين لابد من مضاعفة جهودهم من أجل هذا من أجل تلك الأفاق السياسية في المستقبل وهي حل الدولتين. لدينا علاقات قوية مع مصر ونقدر هذه العلاقات الوطيدة، وسوف كذلك نعمل على الدفع وتقوية هذه العلاقات الثنائية خاصة في سياق الاتحاد الأوروبي، ونتطلع كذلك إلى تعزيز الحوار مع زملائنا في الاتحاد الأوروبي ومعكم في الفترة القادمة، لأننا كلنا يجب أن نعمل على حل هذا الأمر في سياق هذه الحرب وهذا الصراع، من أجل إنشاء مسار للخروج من هذا الصراع من أجل مواطني المنطقة وبخاصة المواطنين الفلسطينيين وكذلك المواطنين الإسرائيليين. وفي النهاية يجب أن نكفل أن الشعوب تعيش في انسجام وتتعايش بسلام مع بعضها البعض، ولابد أن نكفل وقفة مثل هذه الويلات الرهيبة للحروب. Two questions for every for each minister. One question to RTE News. To Excellency Minister of Ireland from RTE. And المواطنين الأيرلنديين على العبور. هو رقم كبير، وهذا رقم سيتزايد، وأننا يجب أن نعمل من خلال فريق عمل أو قوة عمل، والسلطات الإسرائيلية هي كذلك تعمل إزاء هذه المسألة، والسلطات المصرية كذلك والوزير ييسرون أو يعملون على تسهيل هذا الأمر ويضعون أسماء المواطنين الأيرلنديين على قائمة المغادرين، وسوف يكون لدينا فريق للعمل على الأرض في غزة، وسيتم نقلهم إلى القاهرة، وكذلك سنتحقق من حالتهم الصحية الجيدة، وسنوفر لهم أي خدمات، وأننا سوف نيسر هذا الأمر من المنظور الأيرلندي، ولكننا نقدر القنوات المفتوحة منذ البداية. وفيما يخص المساعدة والمبادرة باتخاذ الإجراءات ودور مصر في تيسير عبور هؤلاء أو نقل هؤلاء، أننا نتفهم بالطبع
أن بالتوازي مع هذا هناك ضرورة ملحة لدخول المساعدات إلى غزة، وكذلك تيسير تدفقات أو كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الداخل في غزة. مس إيمان عارف from الأهرام newspaper. خلال مناقشاتكم اليوم مع وزير خارجية أيرلندا، هل تطرقتم للموقف الأوروبي من الأزمة في غزة؟ وما هي الرسائل التي نقلتها مصر للجانب الأوروبي عبر أيرلندا، خاصة وأننا نلاحظ تصعيدا في نبرة التصريحات المصرية تجاه المواقف الغربية من الأزمة في غزة؟ شكرا. تناول القضية والأزمة في غزة كانت شاملة، وعبرنا خلالها عن موقفنا وتوقعنا بضرورة أن تلتزم التصريحات الصادرة ليس فقط عن دول الاتحاد الأوروبي ولكن بصفة عامة عن كل أعضاء المجتمع الدولي بأن تكون ملتزمة بدعم القانون الدولي الإنساني وتوصيف الأمور بشكل مباشر متسق مع ما نشهده من تطورات، ما نشهده من أفعال، ما نشهده من آثار، وأن يتم تحديد ذلك بنفس قدر الذي رأيناه من أعضاء المجتمع الدولي من الاتحاد الأوروبي في مواقف أخرى. نتصور أنه عندما تم استهداف مدنيين خلال صراعات أخرى كان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه وغيره من المجتمع الدولي يأتون بأحكام مطلقة وواضحة وحازمة في ما يتصورون أنه يعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي. في حالة غزة لا نرى نفس قدر الالتزام، نفس قدر الوضوح في توصيف ما يحدث في غزة، في توصيف ما يتعرض له المدنيين من أعمال. هذا ما نشير إليه وما أشار إليه البيان الختامي عن قمة الدول العربية والإسلامية من ظهور معايير مزدوجة في تناول القضايا السياسية الدولية في قضايا الأزمات، وهو أمر يضع منظومة التعاون والتفاعل سواء على المستوى الثنائي أو مستوى المتعدد في خطر، بأن هناك نوع من التعامل بانتقائية مع ظروف، وهذا الأمر له أثاره السلبية على القدرة على العمل وتناول القضايا بما يعزز من مبادئ القانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة، ويجعل الأمر مرهون باعتبارات سياسية لا يمكن الاعتماد عليها في كل القضايا بمعيار واحد ومعيار سليم. في الحقيقة أيرلندا دائما كانت طرف نثق في اهتمامه بتعزيز القانون الدولي، بالقدرة على الإعراب عن مواقف واضحة ولها مصداقيتها. ومرة أخرى بتوجه لمعالي الوزير بالشكر على هذه السياسة وهذه المواقف. سؤال آخر لمعالي وزير أيرلندا مستر. في البداية أود أن أقول أنه من المعلوم أن هناك معايير مختلفة في الرأي، وخاصة في الاتحاد الأوروبي فيما يخص الموقف الإسرائيلي الفلسطيني، وهذا مستمر حتى اليوم على الرغم من اتفاق كذلك في بعض الأمور، إلا أنه لابد أن يكون هناك تصريحا موحدا، وأن هناك حاجة إلى موقف إنساني موحد إزاء هذا الصراع. وفي سياق القرار الأمم المتحدة بشأن
الوضع في المنطقة العربية أو الصراع العربي، فكثير من الدول قد امتنعت وأننا عن التصويت حينما طرح هذا القرار. وكان السيد الوزير شكري واضح وحازم فيما يخص هذه المسألة بأنه لابد أن يكون هناك اتساق في تطبيق المبادئ، خاصة في ظل الاحتلال وحماية استقلالية الدول، وأننا نتفهم هذا الأمر، وأننا في أيرلندا اتخذنا موقفا يتسق مع المواقف الأخرى تجاه قضايا أخرى مثل الحرب في أوكرانيا وغيرها، فأننا لابد أن نعمل معا تجاه إزاء هذه القضايا. الأمر ليس سهلا، ولكن أعتقد أن التحدي ولكن أيضا الهدف هو أن نعمل معا وأن نشارك وأن نبقي على الحوار حتى نصل إلى موقف متفق عليه. وعلينا أن نتذكر، وكي أكون منصفا، فإن الاتحاد الأوروبي هي كذلك قدمت مساعدات كبيرة إن لم تكن الأكبر للإنسانية للسكان في غزة، ولابد وأن نواصل العمل بشكل إيجابي لخلق مسار للسلام وحل هذه القضايا عقب هذه الحرب الرهيبة. السيد فيليب أرن من Irish Independent. Sorry, Tánaiste, the Minister Shukri has been very clear in that calling for a force end of violence in Palestine. You yourself are able to ask for humanitarian ceasefire, as is the current European Union. Have you given any assurances that you will push the European Union for a force end of violence in Palestine? And was there any update on the Iran from? ما يخص الوضع الآن بالنسبة لنا، فإن أيرلندا قد طالبت بوقف إطلاق نار إنساني. من وجهة نظرنا أننا نريد أن ينتهي هذا العنف، وقد صرحنا بهذا علنا. لابد ولا ينبغي أن يكون هناك وفيات ودمار كما نشهد. هناك عدد كبير من الأطفال يموتون وعدد من الأبرياء يموتون، وهذا أمر مفرط بكل الأحوال. أننا نريد إنهاء هذا العنف وإنهاء هذه الحرب، ونعتقد أن هذه الحرب لابد وأن تقف كلها، وكلما كان هذا في وقت أقرب كلما كان أفضل للجميع، وأننا نحاول استغلال وقف إطلاق النار الإنساني لنرى كيف سيتطور الأمر. مع الواقع الحالي فإننا لابد وأن كحد أدنى لابد وأن نسمح للمساعدات الإنسانية أن تدخل إلى غزة، وكذلك توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات. فمن يعملون في المستشفيات بصراحة هم أبطال، وكذلك فإنهم في الواقع يعرضون حياتهم للخطر كل يوم. إننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني لمساعدتهم، وأننا بحاجة إلى دعمهم دعما كاملا وتوفير المستلزمات الطبية للأطباء ليتمكنوا من القيام بعملهم. وقد ناقشنا الموقف، وأننا لست في موقف أن أعرض تفاصيل، ولكنني أود أن أشكر الوزير شكري على مبادرته إداء هذه المسألة، ونقدر هذا تقديرا كبيرا. وقد تحدثنا إلى العديد من الأطراف في المنطقة، ونقدر وكل من تحدثنا معهم ومع الوزير شكري فإننا نقدر موقفهم. وكذلك الوزير شكري قد أكد على أهمية دخول المساعدات وعلى كذلك اعتبار الصدمة
الصدمة التي يتعرض لها الأطفال. هل أن أضيف أعتقد أنه من المناسب أن نقر بالجهود النبيلة لفريق العمل الطبي الذي يواصل العمل داخل غزة في هذه الظروف الشديدة الخطورة والمتفاقمة، وكذلك الأمم المتحدة. وأننا نود أن نعرب عن تعازينا لأسر ما يقرب من 110 من العاملين بمنظمة الأمم المتحدة في غزة، وكذلك ممن كانوا يوفرون المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. هذا عدد غير مسبوق أن يفقد عدد من العاملين بالأمم المتحدة حياتهم. ولكن مرة أخرى فأننا نعرب عن تعازينا لأسرهم والذين فقدوا هؤلاء الأفراد الشرفاء. إبراهيم مصطفى من شكري تبعنا القمة العربية الإسلامية في الرياض، وما خرجت عنه من نتائج بشأن محاسبة إسرائيل دوليا وفك الحصار عن غزة، فكيف يمكن وضع ذلك موضع التنفيذ؟ فيما يتعلق بالمحاسبة فهناك الآليات المعنية بهذا في إطار الأممي المنظمات الدولية، وهذا أمر له أبعاد قانونية ويسير وفقا لما تثير السلطة الوطنية الفلسطينية من اللجوء إلى هذه الآليات. بالنسبة لتنفيذ المقررات فهو جاري، التشاور فيما بين الدول العربية والإسلامية، مجموعة الاتصال التي شكلت وتحدد أعضائها من مصر والمملكة العربية السعودية ونيجيريا وتركيا والأردن وإندونيسيا لوضع المقررات موضع تنفيذ. هناك عمل سوف تطلع به هذه المجموعة سواء في التواصل مع الأطراف الدولية في بلورة رؤى مختلفة في كيفية تنفيذ القرارات الصادرة، وسوف تعمل بكل جدية للتعامل مع مكونات السلبية لهذا الصراع حماية للشعب الفلسطيني وحماية لحقوقه المشروعة وطموحاته وأماله. تأكيد أنه وضع الاحتلال، وألا ننسى بأنه رغم أن هذه الأزمة بدأت في 7 أكتوبر أن الاحتلال قائم للأراضي الفلسطينية وللشعب الفلسطيني على مدى ما يزيد عن 50 عام، نصف قرن من المعاناة للشعب الفلسطيني، ويجب أن نعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 67 وعصابتها القدس الشرقية، تحقيق الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حتى يستطيع أن يعيش في أمان وسلام مع دولة إسرائيل والشعب الإسرائيلي، وتنعم المنطقة أيضا بالأمان وأن تكون العلاقات طبيعية فيما بين دولها. هذا لن يتحقق إلا بمراعاة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته. كما تفضل معالي الوزير، الصراع ينتهي، ولكن انتهاء هذا الصراع لن يكتمل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية. وبعد ما يزيد عن 3 عقود من المفاوضات ومن الدعوات، والتي ازدادت خلال الفترة الماضية، وأرجو أن لا يكون هذه الزيادة هي مجرد لتحويل الأنظار عن القضايا القائمة الحالية في هذا الصراع، لكن ليس متصور أن نظل في حلقات مفرغة من مجرد أن يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات صادرة عن المجلس الأمن، عن الجمعية العامة، عن ما هو التوافق القائم فيما بين المجتمع الدولي
عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ولا يتخذ أي إجراء لتنفيذ ذلك. حان الوقت للتنفيذ وليس مجرد الحديث دون تحقيق أي نتائج. شكرا جزيلا. شكرا. Thank you.